السلام عليكم. اليوم وزير السكن والمدينة يعود إلى ملعب تيزي وزو بعد غياب قليل بثلاث أيام أو أربع أيام، واليوم يظهر أنه راه بالكوستيم والكرافاطة، راه فرحان وحنا رانا كاع فرحانين على كل حال، لأنه شفنا صور رائعة يعني لملعب عالمي، وهذا الشيء يشرفنا ويشرف الجزائر، ورغم كل المعاناة اللي عانيناها يعني في التأخرات والمشاكل اللي عرفها الملعب هذا، إلا أنه النتيجة راح تنسينا في الماضي، والحمد لله أنه ما قالوش بزاف الملعب هذا وينتهي، وإن شاء الله نشوفوا مقابلات نتاع جياسكا في الكؤوس القارية والبطولات القارية، تكون الانتصارات إن شاء الله ملعب فيه الخير للفريق وللجزائر ككل، وإن شاء الله كذلك أن الأشغال نتاع تركيب الكراسي تعاود تلفروني، لأن راها حابسة على حسب ما يظهر، ونكتفي بهذا القدر ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.